هذا الشيء ارفع من المستوى ديال السينما ديال المغرب. عنده واحد العين ديال المش وواحده ديال البنان. مازالش كنت او لا سيوس دريتي لا ما ديرهاش ولا ما ديرهاش ولا وعدك ارجوك وصافي الله يخليك والله يخليك توسل اليك غنمشي ولا ناري غوت او ماي جاد. تحية للمليون مشترك ديال سيموس دراتي. عرفتي هذا المشهد هذا صرعوه بمعنى الكلمه ديال الزومبي هذه اللي كتخلع فيهم. شوف 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 بشاخ بسم الله الرحمن الرحيم اشدوه يفرسوه وهرب بهذا اللباس حتى هو ما عرفتوش منين جابوه عباد الله كنون جا صافي. واه هذا المشهد هذا هو اللي عجبني بزاف. قول لي شنو شفتي؟ الحبس. حبس يا ربي السلام. كنت كنحاول معاهم باش ما يلبسوش ديك الطابليه. شنو هذا غطى هاد العين هادي اليمنى بحال المسيح الدجال. هاد الفيديو رائع جدا سيموس دراتي كنشجعك عليه وكنحييك عليه شكرا جزيلا. كنظن انه فيلم احترافي يستحق انه يتعرض في القنوات الفضائيه بكل خلاصه. السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم سعيد الشو. اليوم اخوتي واخواتي في المغاربة بغيت ندير واحد الرياكسيون لواحد الفيلم قصير رفعو سيموس دراتي كما كتعرفوا اخرا ولا كيدير بعض الفيديوهات اللي هي رائعة جدا وافلام قصيرة احترافية. هذا الفيلم هذا دارته واحد شركة انتاج سميتها سكاي لايت يعني واحد الجودة رائعة جدا. بغيت انني نشارك معكم هذه المشاهدة هذه. الفيلم بداية سميتو ألتر إيغو سيموس دراتي ألتر إيغو ويب فيلم يعني شفت بعض اللقطات ولكن بغيت نتفرج فيه كله معكم ونشوفوه كيفاش داير جميعا. كنعتقد أنه كيتكلم على الإبداع شي حاجة بحال هكذا متعلقة باليوتيوب بالويب عموما وكأنه بغي يوصل واحد الرسالة أن منشئ المحتوى في اليوتيوب المغربي وفي اليوتيوب العربي يعني ولو كيتخلوا على الإبداع وعلى المهارات اللي عندهم ولو كيمشيو فقط في الأمور السلبية نشروا أمور سلبية في الويب المغربي وفي العربي عموما. لذلك خليونا نتفرجوا في الفيلم ديال سيموس دراتي وكنحييه من هذا الفيديو على هذا الفيلم وعلى هذا العمل الرائع جدا. هذه الحلقة برعاية موقع ملوك التسويق www.kingsmarketing.net. زوروا موقعنا يحتوي على العديد من قصص النجاح ودراسات الجدوى للمشاريع الناجحة واستراتيجيات التسويق الإلكترونية لتعلم التسويق الرقمي عبر الإنترنت www.kingsmarketing.net. ملوك التسويق. Let's go start. نبداو نشوفوا هذا العجب ديال سيموس دراتي. سيموس دراتي ديما ملي كنتفرج فيه كيخليني كنتصطم من الضحك. ندخلوا بسم الله. اوكي المهم هنايا كيقول لك 17 دقيقه ما غاديش تضيع عليك الا تفرجتي فيها. كنتمنى انها ما تضيعش الا تفرجت في هذا الفيديو. ما عرفتش واش غيكون طويل ولا لا الله اعلم. هذيك قلتيها ها لا فكرتينا في العربيه العربيه ديال البلاد ماشي ديال النواحي ديال كازا عيانه. اوكي انا اللي كيعجبني في هذا الفيلم هذا هو التصوير ديالو احترافي حتى الكادغور ديال المشهد ضابطه مزيان. الناس ديال السينما غادي يفهموني مزيان. الالوان معدله بشكل رائع الكولور كوريكشن جيد للغايه. خلينا نكملوا. ما كيجيبوش شكون اللي ما كيجيبوش؟ من الذي لا يجيبك يا سيموس دراتي؟ سيموس دراتي ممثل رائع جدا. اللي كيعجبني فيه هو انه عنده ملامح في الوجه ديالو كيوصل بها الرساله كيخليك انك كتعيش معاه الموقف. مثلا في الفيلم ديال الكديديب اللي داروا في واحد القناه مغربيه الفيلم زوين بزاف وعرف فين يمثل فيه الدور ديالو تقنو مزيان. سيموس دراتي تعصب دابا. كرامو غادي يجاوبك.
شنو مادو زومبي ولا شنو؟ صرعوه هنا عرفتي الباس ديال هادو السيروم ليها الزين داكشي متقون، ولكن باش خيبوه انهم قلال كيبقاو غادي لهيه جايين غادين جايين، كون داروا بزاف غادي يكون داكشي واعر، ولكن الرسالة غالبا كتوصل. المعنويات كترتفع، كيزيد هاد الصوت وكيعلى كيخليك انا كس... شنو هذا؟ شنو فيه هنا؟ مغطي هاد العين هادي اليمنى بحال المسيح الدجال، ما عرفتش شنو بغا يوصل فهاد الشخصية هادي، الله أعلم. شكون هما هاد؟ واش انت اللي هدرتي غير دابا؟ لا جيران هادوك، هادوك تما كانوا بحالك، وهاد النهار كانوا ضايعين، جاو هنا باش يقلبوا على راسهم، وكانوا كيغوتوا، وما ياياو، راه ما حاصلين، عمرهم غاديين يخرجوا من هنا. دابا كيفاش بغينا نوصلوا هاد الفكرة هادي ديال هادو اللي غاديين جايين وهازين السيروم، يعني كأنهم مراض، دابا هادو هما مثلا اليوتيوبرز اللي باغيين ينشروا واحد المحتوى هادف في اليوتيوب. كيبقاو يغوتو كيقلبوا على الابداع وكيقلبوا، ولكن ما بغاش يجي هذاك الابداع بحال سيموس دراتي، بقى كيغوت كيغوت، وافينك علاش ما كتجاوبنيش كذا وكذا. كي من بعد غادي نشوف الشخصيه بغينا نسميوه الضمير اللي فيه واحد الانسانيه خبي وباغي يموت المارت، شنو هادو صافي ياسوا يعني بقاو مراد. علاش انت يا على دوز بزاف شفت وعشت بزاف؟ شنو هذا زعما اليوتيوب لابس هذاك سميتو فيه الاحمر والبيض؟ ما عرفتش هاد الشخصيه شنو بغا يوصل منها، ما عرفتش. انا كنت ضايح وقلت نجي هنا باش نعاون الناس، كنت كنحاول معاهم باش ما يلبسوش ديك الطابليه، ولكن كانوا كيعياو في ساعه. الحمد لله انا لابس الاحمر، الحمد لله الحمد لله. باش ما تكونش عادي خاص تقلب على الساهل، شوف شنو غادي يديروا دابا. إذا بغيتي شي واحد يسمع لك خاصك تشغوت. شنو ندير؟ خاصك تسكت وترجع الله وتسمع لقلبك، خاصك تحس، ما خاصكش تخاف. قدر نبدا، ما خاصكش تدول. لا تزرب يا مولاي بالمهل يؤكل بداز، ما خاصكش تخاف. واه هذا المشهد هذا هو اللي عجبني بزاف، كيفاش داروا باش انهم في الايديتين باش يحذفوا هذوك الالوان كلهم ويخليوا هذا اللون ديال الجاكيت ديال سيموس دراتي اللي هو احمر، كيفاش داروا ليه الافتر افكت وما يدير؟ قول لي شنو شفتي؟ شفت الحبس. حبس يا ربي السلام، لا حول ولا قوه الا بالله. كيضحك، خاصك تمشي ليه حيت تماك غاديين يجاوبوك. الحبس هو فين مسجونه الشخصيه ديال سيموس دراتي الحقيقيه اللي هو الضمير ديالو التر ايغو. دابا هاد اللباس حتى هو ما عرفتوش منين جابو عباد الله، واش خيطو خصيصا ولا كيفاش ما عرفتش. كنون جا صافي. عرفتي هذا المشهد هذا صرعوه بمعنى الكلمه ديال الزومبي. فيلم واحد اللي تفرج فيه ديال المغاربه اللي باقي نعقل عليه ديال الزومبي كان عرضوه في شي قناه مغربيه، واحد فقط، عمري ما شفت شي فيلم اخر ديال الزومبي الا فيلم ديال سيموس دراتي بطبيعه الحال. ولكن دابا اش داروا لوجههم؟ داروا واقيلا كلينيكس وصبغوه ولا ما عرفت كيفاش، حتى الدم جا وردي ما جاش احمر. شنو هي حجرة ولا درهم ولا شنو هي؟ شير عليهم درهم، خاصك تغوت. دابا جينا المعقول، سجن الالهام، يعني كاع هذوك اللي فيهم الالهام كيتسجنوا هنايا وما خصهمش يغوتوا. قلت لي اسكوش اخويا اسكوش اخويا اسكوش اخويا، الا مشاو حتى غوتوا غادي ياكلوهم هاد الزومبي. شنو هما الزومبي؟ معنى ديالهم هي هذوك اللي كيكونوا دائما اعداء النجاح في الانترنت وفي الواقع عموما. كتكون عندك واحد الالهام باغي دير واحد الابداع وعندك واحد الطموح دائما كيبغيو يهرسوك ويفشلوك،
هادو هما الزومبي. هادي فقط وجهه نظر ديالي. يقدر عفوا يقدر انه يكون عنده معنى اخر. يعني كان السيناريو واعر واعر بزاف. الدريه الصغيره، شوفوا الدريه الصغيره كتخلع. شوف معايا الوجه كيفاش داروا لي الدم عباد الله وردي، علاش ما ديروش احمر؟ بين بين اللون ديالو، حيت شوف اللباس اللي لابس سيموس دراتي، وشوف هذا اللون اللي في القميجه ديال الزوم، وكلهم لابسين اللباس ديال الطابليات. علاش علاش بالضبط الطابليات؟ لبسوا شي لباس اخر، تقدروا تلبسوا لباس عادي وديروا ليه اي لون. واحد البنت صغيره كتاكل المصام ديال واحد كبير. لا حتى طريقة التصوير واعرة واعرة بزاف بزاف. ما توقفش. كيفاش صونا ليه التليفون وما يتبعو؟ اسكر تحت وهرب. غيشدوها يفرسوه. واو واو واو، هادي هي اللي كتخلع فيهم. شوف شوف شوف. بشاخ صباح مراهم. لا سرعوه سرعوه، شوفوا معايا حتى داكشي دقيق جدا. شوف الوجه ديال هذا، في كيبان لك العروق هنايا في الجبهه ديالو وتحت العين. هادشي كله مكياج، وهذا اللي حداه حتى هو دايرين ليه هذاك الفم عنده عوج. داكشي واعر زوين. هادشي رفع رفع من المستوى ديال السينما ديال المغرب. صافي دخل. ولكن بلاتي دابا هاد الدار فين دخل؟ بلاتي ردوها شويه، هادي كلها الومنيوم كتبان ليا. ولكن شوفوها من الداخل، ها هو يدخل لداخل. شوف معايا الحيط كي داير فيه البوصله، ما يمكنش. هذا خطا، خطا من الاخطاء. عفوا عفوا اعتذر. كيخلع هذا وحش. بسم الله الرحمن الرحيم. شكون غيلقى؟ شكون غادي يلقى في الدار؟ غادي يلقى راسو. هذا بحال شي استوديو صغير ديال اليوتيوبرز اللي كيديروا الفيديوهات في الاول، زعما باقيين مبتدئين بحالي انا. واحد الجائزه ديال لوغيغ، الضحك، الريلاكس. حاس بك هنا. الكلاكات معلقينها. لا سرعوا سرعوا، حتى هاد الغبار اللي دايرين مع الشمس كتدخل. تصوير مانيفيك مانيفيك بزاف. الشخصية اللي كيحس بها كاينة هنا هو هذا سيموس دراتي، ولا الشخصية الحقيقية ديال سيموس دراتي مسجونة في هاد السجن الإلهام. كنظن أن هاد الموضوع هذا ما مقتصرش فقط في مجال ديال اليوتيوب، ولا مجال ديال المواقع الإلكترونية، ولا الويب، في بزاف ديال المجالات ديال الحياة. الإلهام مهم جدا، والإبداع والمحتوى اللي هو كيوصل رسالة إيجابية كيأثر في المجتمع. كل ليله كنت كنغوت ليك ما كتسمعنيش، علاش ما كتشوفش؟ واش عارف شنو كاين برا؟ كاين الوحوش. كنت غادي نموت باش نوصل ليك هنا. سيموس دراتي كيديو مع راسو، والله يستر ودي سيموس دراتي، الله يستر. انا بغيت نقول لك مليون واحد كيثق فيه. مليون مشترك، وتحيه للمليون مشترك ديال سيموس دراتي. ولا اكثر من مليون، اكثر من مليون، اكثر. شحال هادي مديتها في المشتركين ديالو؟ كنت عارف واش من. يلا نمشي، يلا نرجعوا كيما كان. أنا مشي معاه. التنوض من التبوحيط. أنا بلاصتي هنا، أنا بديت هنايا بوحدي في هذا البيت هذا صحيت. كاين 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 نسيمو، كاين كاين وصلت الرسالة. قال لي ما هنا بديت. كاين وتبدلتي، بديتي كتحط ليجي، مشيت لك ناس بها حسب. انا ما نمشي، انا بلاصتي هنا. روعة روعة، مانيفيك مانيفيك بزاف. كنشجع كاع اليوتيوبرز اللي عندهم واحد الانسانية هنا وما باغيش يتفرقوا عليها. مزيان سيموس دراتي، سيموس صنع المليون ديال الناس، مليون ديال الناس تيلقين فيك انت، مليون كيبغيوك. لا حتى عرفتي الناس اللي مكلفين بالماكياج سيموس دراتي صرعوه. العين اللي صرا ديالو حتى هي شنو فيها؟ دير لي لونتي، لونتي واقيلا دير، ولا شي افكت ديال المونتاج. ترجع كيما كنتي،
الوحيد اللي غادي يعاونك. عنده واحد العين ديال المش وواحد ديال البنان. وانت فين غادي؟ انا في المستوى، في المستوى الفيلم. شوفوا تيمو كاين جوج بيبع، انا غنخرج من هاد الباب وانت غتخرج من داك الباب. علاش ما نمشيوش بجوج من طريق وحده؟ انا اللي وريتك الطريق شحال هاد، انا اللي غنوريك الطريق تاع كاينه. اش من كاينه؟ حتى من ناحيه لي كوستيم اللي لابس هو والديكور ديال البيت حتى هو واعر مانيفيك ومسروع، واعر واعر واعر، كانه شي حاجه قديمه. ولكن فاش خسروها هي ما عرفتش واش هذا حيط من الداخل كيبان بحال فيه البوصلان ما مصبغش، ولا غير كيبان بحال هكذاك ما عرفت. كون كان بالبيض مزيان سينا نساش شكون انت، ما تنساش شكون انت. بزاف ديال الناس كيتغيروا في الحياه ديالهم، كيشوفوا شي حاجه اللي كتغيروا كيمشيو مع الطريق، ما عارفينش هذيك واش الطريق مزيانه ولا ما مزياناش. المهم هو كيشوف فيها المصلحه ديالو، ما كيشوفش فيها المصلحه ديال الاخرين، كيشوفش انه غيأذي الاخرين. ديما انت رجع للشخصيه ديالك الاصليه، حافظ على الهويه ديالك. او لا سيموس دراتي لا، ما ديرهاش ما ديرهاش، ارجوك توسل اليك. اجي النهار اللي غير خاصني نمشي ناري غوت. او ماي جاد دارك تنقتل ياه انت تن، واش معنى لا انقتل وهم ما يقتلوش ليا؟ صافي غوت شافي داكشي اللي بنينا ما خاشرين ما خاشرين. مات الابداع. شو شو لي الكلمات، هذا الفيلم واعر بزاف، صرعوه مزيان، الفكره ديالو رائعه والرساله وصلت، كنتمنى انها توصل لكم. واعر واعر بزاف، كيوصل رساله قاصحه لليوتيوبر هادو دابا اللي خدامين في الفضائح وخدامين بزاف ديال الحوايج. كنقول لكم تقوا الله، هذه هي الاولى. ثانيا اسمعوا على قوله الله اكبر، على قوله الله اكبر، هذا العصر دابا كيأذن. ثانيا كنقول لكم كون شخص ايجابي في الحياه، ما تبغيش الشر لشخص اخر، بغي الخير للناس كما كتبغي لنفسك. ثالث حاجه بغي الخير للامه ديالك، لانك الا نشرتي الفساد انت اصلا كتنشر الفساد، وبغيتي المجتمع يكون نقي ما غاديش عمره ما غادي يكون نقي، نكونوا متفقين. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فانت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. أكثر حاجة عجبتني في الفيلم هي تصوير، تصوير ناتي واعر بزاف. أو ماي جاد شنو درت يا سيمو؟ سجن الإلهام دمره. أوكي يمكن باش أننا نتخلصوا من السجن ديال الإلهام، باش نخليو الإلهام ينتشر واش تكون الحرية للإلهام والإبداع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعدت نحوك منهوكا لتحمله، الذنب يثقله. نسمعوا دابا الكلمات الأخرى اللي قال سمو زدراتي. هي الانترنت يقدر يعطيك بزاف، ولكن ماشي غير انت، غيعطي بزاف ديال الناس آخرين، غيعطيهم الحق يتبعوك باش توقف أولا يمرضوك باش تولي بحال. عطاهم بالسكات، عطاهم بالسكات. بزاف ديال اليوتيوبرز في العالم العربي كيتدمروا وكتنزل القنوات ديالهم. علاش؟ لانهم كيشوفوا ان في التعليقات كاين ناس منتقدين وانتقاد غير بناء، لدرجه ان بزاف ديال اليوتيوبرز ولاو كيبكيوا في الفيديوهات، كيبكيوا عباد الله على قبال واحد ما قاريش، ربما صغير، ربما ما عندوش العقل، شي واحد ربما مجنون، شي واحد ربما النفسيه ديالو مشيت ليه، كيجي كيدير له تعليق وكيعيروا فيه، كيسبوا فيه، كيهدد فيه، ما نعرف كيدير فيه العقل. لاش دير فيه العقل؟ واحد كيعير راه بالعكس راه دعمك، راه دار واحد التفاعل على الفيديو، ساهم في نشر الفيديو. يعني انت التزم السكوت فقط، سكت، نخرج على اللغة العربية، التزم بالصمت. أفضل جواب نقول لك بالدارجة، أفضل قمعة هي تسكت. نيشان غيعطيوك اتساع، غيعطيوك اتساع. أنت ماشي هنا غير باش تضحك أو لا تمثل. وأبسط مثال نعطيكم هو الناس اللي كيتفرجوا في الكوميديا المصرية بحال شادي سرور. شادي سرور كيدير فيديوهات واعرين الملايين ديال المشاهدات، ولكن واحد النهار طرا ليه نفس المشكل، كيبكي قدام الكاميرا واحد الحاله يرثى له بسبب هاد المتابعين اللي سلبيين. ما تنساش شكون انت، ما غينساوكش.
كيما قلت لك ما تنساش شكون انت. احترم خدمتك راه يحترمك. كيفاش رجع لبلاصتو اللي بدا فيها؟ ميرسي 1,000,000 دابوني. هاد الفيديو رائع جدا سي مستراتي، كنشجعك عليه وكنحييك عليه، شكرا جزيلا. كتشاركت في مسابقة سديم الموسم الثاني هاد السنة هذه ولكن ما توفقتش، كنت كنتمنى انني نتلاقى معاك تما في لبنان ولكن الحمد لله. هاد اللقطة هذه زوينة بزاف، علاش؟ لانه داكشي كله كان غير كيتفكروا، كان غير كيكتب وكيلوح الوراق. شوف كما كتشوفوا الوراق مبعثرين في الارض والدفتر هو اللي كتب فيه الخلاصة. الى من صنعني في غرفتي الصغيره اول يوم. زوين زوين بزاف هذا الفيلم. واو. الشركه ديال البرودكسيون هي سكاي لايت كما كتشوفوا في الجينيريك والايديتينغ، يعني المونتاج بزاف ديال الامور، حتى الصون زوين. كنظن انه فيلم احترافي يستحق انه يتعرض في القنوات الفضائيه. بكل خلاصه كنشجعك سمو زدراتي وكنشجع جميع الطاقم ديال الفيلم هذا. شكرا لكم بزاف وكنتمنى هاد الرياكسيون هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. كنتمنى انكم تعطيوني ملاحظات ديالكم في اسفل في التعليقات. الى عجبكم الفيديو انكم تضغطوا على زر الاعجاب وتشاركوا الفيديو وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. الى كانت هذه اول مره كتشاهدوا القناه ديالي سعيد شو، اشتركوا في القناه، هذيك البوطون الحمراء سبسكرايب ضربوها مزيان تتولي بيضاء، فعلوا جرس التنبيهات باش يوصلوكم تنبيهات واشعارات باي فيديو جديد. كمان اللي كنذكركم انه عندي واحد دوره الربح من اليوتيوب. الناس اللي بغاو يبداو في اليوتيوب والناس اللي بغاو يسقلوا المعارف ديالهم والمهارات ديالهم وبغاو يضيفوا المعلومات ديالهم بزاف ديال المعلومات اخرين، ان شاء الله كنحاول انني نعلمكم بزاف ديال الامور في الربح من اليوتيوب، كيفيه انشاء الفيديوهات، كيفيه اداره القناه، تكبير القاعده الجماهيريه ديال القناه. ان شاء الله غادي نشارك معكم استراتيجيات وطرق اللي كنستخدمها انا نفسي. هذه القائمه التشغيل اللي تبان لكم فوق في واحد الدائره بيضاء فيها واحد علامه تعجب مقلوبه. اذا كان معكم سعيد الجمالي، كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.